قدام كابتن طارق مصطفى. طبعا كابتن طارق مدرب كبير، وانا يعني واحد بينبسط يعني لما يكون مدرب كبير زي كابتن طارق شايف حاجه الحمد لله. هو يعني بس هو الحمد لله بيقولها يعني، فدي حاجه بتحسب لي وبتزيدني زي ما انا قلت لحضرتك كده. انا عايز اقول لك انا اتخضيت من الرد وانت بتقول لي كده. لا ما تتخضش، بس راكب ثقه انت. ما بقول لحضرتك مش موضوع ثقه، الموضوع مش ثقه، هو بفضل ربنا. وانا طبعا كل حاجه بفضل ربنا. أنا بس انا 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 مجتهد جدا يعني، انا بحب الاجتهاد يعني. انا انا بتعب وبشقى يعني، بمعنى بشقى في الملعب، ما بيفرقش معايا رجلي ولا وشي، وبلعب وانا مصاب ساعات ما بتفرقش معايا. اللي هو بيحب الشغل، انا بحب الشغل، بروح اضحي وما عنديش مشاكل، وعشان كده بكمل. وربنا بيديني الارقام اللي حضرتك كابتن طارق بيحكي لك عليها. فاكر ماتش 6-1؟ فاكره طبعا. اصعب لحظات حياتك؟ لا، ما موقف على مصر كلها مش عليا انا يعني، كان صح. الموضوع كله انا بتكلم انت بصفه شخصيه يعني، كلنا زعلنا يعني زعلنا بس هو الامور كانت في اليوم صعبه، لان انا خارج 2-1. فاهم قصدي؟ انا خرجت من الشوطين 2-1 بس الامور كانت صعبه، لان برضه فروقات كبيره من اللي بيلعب عليك في الماتش ده. مش فروقات، الجيل كان قوي جدا بتاع غانا، وانت ما عملتش ماتشه وديه. الجيل ده غير الاجيال بتاعت غانا دلوقتي، انت بتتكلم في اسيان و يعني في لعيبه، مونتاري لعيبه كبيره. بتلعب على مين انت؟ انا كنت بلعب مش عارف اسمه، بس هو رقم 10 اللي بيلعب في قطر، مش عارف اسمه ايه. فارق برجل كان كبير خالص، مش موضوع برجل والله خالص. إيه؟ الموضوع جاهزيه، كان هو اقوى. اليوم كان موفق فيه جدا يعني. الماتش الاولاني لو في مصر، لو عادوا الماتش مليون مره ما كانش هيحصل كده. كانت الامور هي كانت الامور مش بتاعتنا خالص مع الكل. صح. فاهم قصدي؟ برادلي كان محضرك كويس؟ لا، هو برادلي محضرني طول البطوله يعني، طول الفتره كلها، التصفيات كلها انا لعب كل التصفيات وكنا ماشيين كويس جدا. الماتش ده هو التسعين دقيقه. طب ما انا مثلا لعبت الكوتيفوار، عامل جونين، عامل واحد لابو تريكا وواحد لجده وكوتيفوار، واللي كان بيلعب عليا كان بيلعب في مارسيليا. فاهم قصدي؟ فالموضوع كانش يختلف، بس الفتره دي كنت لسه كنت بتلعب كاس عالم انديه، وجاي من كاس عالم انديه رحنا الامارات لعبنا الماتش دوت. فالموضوع الماتش اللي خسرناه 4-2 انا اللي عامل الجونين، فما فيهاش هو 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 يعني، ده نفس الموضوع. ويمكن ده كان اقوى اللي كان بيلعب عليا في كوتيفوار. الاسامي ما بتفرقش معاك، مين يلعب عليك مين يلعب معاك؟ امتى؟ في التوقيت ده يعني. لا، حاليا ما بعمل حساب لكل لعيب. ببقى انا من النوع اللي بذاكر، اذاكره عادي ما عنديش مشكله. اذاكر يعني ايه تذاكره؟ اتفرج على فيديوهاته، على فيديوهاته عادي قبل كل ماتش عادي، مفيش مشكله. بجيب كل تحركاته وبشوف هو ممكن يعمل ايه، وممكن الكلام دي سهله يعني، انا بحب كده. انا بتاكل وتشرب كوره جديده؟ دي يعني دي حياتي، انا ما بعرفش اعمل غير كده. يعني تقول لي تعمل ايه اقول لك كوره، تقول لي طب انت مش عارف ولادك اقول لك لا خليني في الكوره دلوقتي اركز مع الكوره. يعني ولادك تركز مع الكوره؟ اركز مع الكوره، احب الكوره، انا بحب اللعب. بحب. بطل تعمل ايه لما بطل؟ ده يبقى شيء واقعي بقى خلاص. انا خدت القرار. هتتعب جامد؟ مش موضوع هتعب والله يا كابتن سيف، لو انا يوم ما احس ان انا مش قادر مش هتعب. لا بس لو دي اصعب حاجه تتعب لما انت تكون قادر وتحس ان انت مش قادر تكمل.